فوز كبير للنادي الاهلي 79-48، مبروك النادي الاهلي. خطوه جديده، خطوه ثانيه، يتبقى خطوه وحيده بعد المباراه الثالثه ان شاء الله للوصول الى المباراه النهائيه. الف مبروك، فوز مهم، فوز يعني جاء نتيجه دفاع قوي. النهارده نادي الزمالك حاطط 48 نقطه فقط في اربع اشواط، ده يدل على قوه يعني تقريبا 12 نقطه في الكوارتر الواحد، وده يدل على الدفاعات. فرق كلمه السر ما بين مباراه اول امس واليوم هي الدفاع. ارجع لضيوفي تاني منورين في استوديو، كابتن طبعا طاهر رجب والكابتن سلعاوي. كابتن طاهر، يمكن يعني زي ما توقعت حضرتك الدفاع هو كلمه السر، وقد كان يعني النادي الاهلي بيدافع من اول واضح من الكوارتر الاولاني، وكون ان الزمالك يحط 22 بونت في الكوارتر الاول والثاني ده يعني معدل 11 وممكن زاد 2 بونت في الثالث والرابع، انما ده واضح نتيجه تفوق دفاعي وتفوق في الكرات المرتده خاصه الدفاعيه منها. نعم، الريباوند كله كان بتاعنا، وده مؤشر على ان تحت الحلقه احنا ملكناه اوفنس ودفنس، يعني في الحالتين احنا ملكنا الحلقتين، واللي يملك الحلقتين يكسب الماتش. نعم، ده في المقام الثاني بعد الديفنس. نعم، الديفنس والريباوند بيؤدي في الاخر لاسهل باسكت يتحط اللي هو الفاست بريك. صحيح، ده وده اللي حصل معانا. دي المعادله اللي بتاعت الباسكت، لو بحثت في جميع المباريات هتلاقيها هي دي المعادله، ديفنس قوي، ريباوند، تجري فاست بريك، كده كسبت الماتش بكل سهوله. وده اللي حصل النهارده يا كابتن. وده اللي حصل النهارده. هو الاصعب فيه هو الديفنس طبعا.